لقاء الأهلي علي على ملعبه بحمدون وأمام جمهوره كان عم يستضيف الصفا، والفريقين عم يسعوا لمواصلة الانطلاقة الجيدة بمرحلة الإياب بعد ما كانوا الفريقين الوحيدين يلي حققوا الفوز الأسبوع الماضي. البداية مع الأخاء ركلة حرة بسددها حسين طحان بين يدي الحارس مهدي خليل. أيضا الأخاء سعيد عواض على الجهة اليمنى كرة عرضية توصل للبرازيلي جوزيل داليما بسدد كرة قوية بجانب القائم الأيمن للحارس. الصفا بالهجوم ركلة حرة من هيثم عطوي، ربيع الكاخ ببعدها بالبوكس وتسديدة صفوية ما بتصيب المرمى. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي. بالشوط الثاني هجمة للصفا على الجهة اليسرى، كرة من محمد حمود بيبعدها الكاخي باللحظة الأخيرة. ركلة حرة للأخاء بنفذها حسن ملاح، كرته بتخدع الجميع وبترتد من العارضة، حسين طحان بحاول يتبعها لكن مهدي خليلي بيتدخل. الصفا بالهجوم حسن خاتون بيرسل كرة عرضية ورأسية البرازيلي أولبردن دا أوليفيرا سيرا بتهز العارضة. الأخاء حاول يخطف المباراة مرتدة خطرة، 4 لاعبين على 2، الكرة بتوصل لمحمد رمال يلي بيسدد كرة سهلة والمباراة انتهت وما شهدت أي هدف. الأخاء والصفا تقاسموا نقاط المباراة.